السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تقديم الصف الأول ابتدائي هيكون إلكتروني من خلال موقع هيكون موجود عندكم في التفاصيل. بعد الدخول على اللينك ستظهر هذه النافذة، نبدأ في ملء البيانات ومن ضمنها الرقم القومي للطفل اللي هيكون موجود في شهادة الميلاد. بس نخلي بالنا واحنا بنكتب الرقم القومي هنكتبه باللغة الإنجليزية، بعدين هنكتب تاريخ الميلاد ومحافظة الميلاد والنوع، ثم نضغط على كلمة حفظ. بعد ما نضغط على كلمة حفظ هتظهر النافذة ديت. النافذة اللي تكون قدامنا دي هنملاها عادي خالص. أسفل هذه النافذة هنختار الإدارة التعليمية حسب محل السكن، وهنختار اسم المدرسة، أسماء المدارس اللي ولي الأمر يرغب في الالتحاق فيها أو التقديم فيها. بعد كده هنضغط حفظ، هيظهر لنا بيان. البيان ده هنبدأ نطبعه عشان يكون معانا بدليل للتقديم. تمام، وبكده نكون عرفنا ازاي نقدم للصف الأول ابتدائي. نشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.